من جانبه طالب مدير مطار بغداد الدولي علي تقي الحكومة بتوفير أجهزة حديثة لتفتيش المسافرين من أجل تسهيل حركة دخولهم إلى المطار. طلبنا تزويد مطار بغداد بأجهزة تفتيش حديثة تضمن راحة المسافرين وعند الدخول وعدم عرقلة سير المركبات ودخولهم بأسرع وقت ممكن، لكن مع ضمان الأمن والتفتيش بصورة دقيقة. أما الجانب الفني طبعا احنا بدأنا بهذه الخطوة، خطوات يعني متقدمة، انه تأهيل جراجات مطار بغداد وزيادة عدد الجراجات لاستيعاب العجلات اللي راح تدخل إلى مطار بغداد وتوفير باقي الخدمات إلى المواطنين.